الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا أنعم علينا بالنعم الكثيرة، هدانا لدين الإسلام وجعلنا من المقيمين للصلاة، ويسر لنا الوصول لهذا البيت العتيق، ووفقنا لصيام شهر رمضان وبلغنا إياه. أسأل الله أن يتقبل منكم أعمالكم الصالحة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فلعلنا أن نأخذ شيئًا من آيات سورة الرعد لتذكر شيئًا من المحاجة والمجادلة التي تكون من المشركين ليصدوا عن سبيل الله، وكيف كان أسلوب كتاب الله جل وعلا في مناقشة حججهم، لننظر كيف رد الله عز وجل عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وجعلوا لله شركاء قل سموهم
أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. يستمر الجدال القرآني المخاطب بهؤلاء المشركين الذين يسوون بين الله رب السماوات والأراضين مدبر الكون الذي لا يخفى عليه شيء الذي يسوق المياه العظيمة في اللحظات اليسيرة والذي يغير أحوال الكون في لحظات فيسوونه بغير الله سبحانه فيسوونه بغيره من معبوداتهم التي لا تنفع شيئا ولا تضر. ولما ذكر الله صفات المؤمنين القانتين المتقين ومن يقابلهم من العاصين الناقضين لعهود الله الناكثين المفسدين كان من شأن أولئك أن يحتجوا بأنه قد يسر الله لهم بعض متع الدنيا فقال قائلهم عندنا أموال وآخرون قالوا لدينا أمر ونهي وحينئذ كيف تفضلوننا في ذلك. فذكر الله جل وعلا أن بسط الرزق في الدنيا تدبير من الله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء ولا علاقة لذلك بأمر الهداية فكم من إنسان يؤتى من الدنيا ولكنه لا يسير على طريق الهداية وإنما يكون شأنه الغواية. ولذا قال الله يبسط الرزق لمن يشاء أي يوسعه له ويسوق له أنواع الأرزاق من طرق شتى ويكون ذلك بمثابة الطريق المتسع وهو سبحانه يقدر أن يضيق أمر الرزق على من يشاء من عباده. فهذا عائد إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى وليس عائدا إلى أمر الاهتداء بأمره. ولذا قال وفرحوا بالحياة الدنيا أي أنهم ظنوا أن بسط الرزق لهم في الدنيا يعني أنهم على طريق الهداية وأنهم أحسنوا حالاً من غيرهم. وحينئذ بيّن الله تعالى أن الفوز بإدراك نعيم الآخرة وأما البسط في الدنيا فإنما هو من ابتلاء الله بالعباد. ولذا ينبغي بكم أن تقارنوا بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. ولذا قال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فهذه الحياة الدنيا يعني القريبة التي تعيشونها هي بالنسبة للآخرة بمثابة متاع يعني شيء تتمتعون به ولكنه ليس النعمة الحقيقية. بمثابة ذلك الجائع الذي يجد طعاما يسيرا فيأكله يتبلغ به ويتمتع حتى يجد الوجبة الرئيسية التي يأكلها. فهكذا مثل الدنيا إنما هي متاع بل أقل من هذه البلغة التي يأكلها في طعامه. وما كان من شأن هؤلاء الكافرين
إلا بدأوا يخترعون طلبات تتحقق بها رغباتهم. فيقول قائلهم: نحن في مكة بين جبلين عظيمين، منعنا من أن يكون عندنا مزارع وأن يكون عندنا مراعي، فنطلب منك أن توسع ما بين الجبلين من أجل أن نتمكن من الزراعة والرعي. وآخرون يقولون: حول هذه المناطق لتكون مزارع فيها أنواع الأشجار حتى لا نحتاج إلى غيرنا، إلى غير ذلك من الطلبات التي يطلبونها. فقيل لهم: لا يلزم من دعاكم إلى الحق أن يستجيب لطلباتكم، أإنما المعول عليه أن يأتي بدليل على الدعوة التي معه، وقد قامت الأدلة عليكم، سواء الأدلة العقلية بما ذكر في الآيات السابقات من بيان أن هذه المعبودات التي يعبدونها لا تنفع شيئا ولا تضر، وأن الواحد منهم يتمكن من كسر أصنامهم هذا أو تذكيرهم بربوبية الله جل وعلا وما يصنعه على الأرض وفي السحاب والرعد والصواعق والآيات العظيمة الدالة على قدرة الله جل وعلا من جعل الماء الواحد يسقي الأشجار فتأتي بثمرات مختلفة، مع أنها إنما نبتت من أرض واحدة، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة. وبالتالي فهذه الطلبات التي طلبوها لا تجدي شيئا، فإنه قد أعطاهم من الآيات ما هو أعظم من طلباتهم، ومع ذلك لم يؤمنوا. ومن حكمة الله ورأفته بالعباد أن لم يستجب لهم في طلباتهم، فإنه لو استجيب لهم في طلباتهم ثم لم يؤمنوا لا كان ذلك من سبب من أسباب تعجيل العذاب عليهم. وحينئذ يذكرهم الله بأن الهداية والضلال بيده سبحانه، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن هناك أسباب من عند الناس تكون طريقا إلى الهداية وضدها، فالظلم من أسباب البقاء على الضلالة، والخيانة كذلك، إذ إن الله لا يهدي كيد الخائنين، بخلاف صفات الإنابة إلى الله والتفكر الصحيح في خلقه وذكر الله جل وعلا، فهذه من أسباب الهداية. ولذا قال: ويهدي إليه من أناب، أي يرشد إلى الطريق المستقيم ويوصل إلى الحق. فالهداية هنا بمعنى التوفيق للحق، لأن الهداية قد يراد بها الإرشاد والدلالة، وهذه تكون للدعاة، بينما هداية التوفيق يختص بها رب العزة والجلال. فقوله ويهدي إليه من أناب، أي يوفق بعض عباده لأن يكونوا من أهل الهداية والصلاح بأسباب تعود إليهم، ألا وهي عودتهم إلى الله وإنابتهم له سبحانه. ولذا قال ويهدي إليه من أناب، أي رجع إلى الله فتأمل في خطابه وتفكر في أدلته، فكان هذا من أسباب هدايته.
ومن صفات هؤلاء المهتدين أنهم آمنوا فصدقوا بوعد الله واستجابوا لأمره، فكانت اعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم على وفق أمر الله جل وعلا. ولذا كان من شأنهم أن قلوبهم مطمئنة لما عندهم من العلم اليقيني الجازم الذي لا مرية فيه، ومن ثم وهم مطمئنون لذكر الله. وذكر الله يراد به معنيان: الأول الذكر الصادر من الله إلى العباد، فهم مطمئنون بهذا القرآن ومصدقون لما فيه لأنه ذكر نازل من عند الله جل وعلا. ومن معانيها أنهم يكثرون من ذكر الله تعالى فيكون سبباً من أسباب طمأنينة قلوبهم. ولاحظوا هنا أن الذكر لا يقتصر على ذكر اللسان فقط، بل ذكر القلب بمشاهدة بديع صنع الله في الكون وعظيم تصرفه فيه يجعل الإنسان يطمئن إلى الله تعالى، وإيمان العبد بقضاء الله وقدره، وإيمانه بوجود يوم آخر يحاسب العباد فيه على أعمالهم، ويثاب المؤمنون أعظم الثواب على ما يصيبهم في الدنيا من أسباب طمأنينة قلوبهم. ثم قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فشأن المؤمن الذي عنده ذكر الله، سواء ذكر منه سبحانه كما في هذه الآيات القرآنية، أو تذكر من العبد لربه وإكثار لذكر اللسان، فإنه يجعل مطمئن القلب، لا تهزه الفواجع ولا المزعجات، بل يبقى بعيدا عن الاضطراب وعن التزعزع لما يأتيه في أمور الدنيا. وهذه الآية فيها تثبيت لأهل الإيمان بأن يكونوا مطمئنين، فهم مطمئنون لوعد الله في الآخرة بأن الجنان لهم، وهم مطمئنون لوعد الله بأن يكون معهم في الدنيا يثبتهم على الحق ولا يمكن أعداءهم من أن يزيلوا عنهم ما هم فيه من الإيمان وما هم عليه من حال طيبة يرضى عنها رب العزة والجلال. ثم قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. المآب المرجع، فإنهم إذا رجعوا إلى الله كانت لهم العاقبة الحميدة الحسنة، بحيث ينعمون في تلك الدار وتستقر نفوسهم. فطوبى طمأنينة نفوسهم لما يجدونه عند الله من الثواب الجزيل في جنان الخلد. وهناك من قال بأن طوبى شجرة في الجنة، ولكن مقتضى لغة العرب لكلمة طوبى أنها طمأنينة القلب وراحته وفرحه بالعاقبة الحميدة التي كانت لأصحابه. ثم قال: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. يعني أن هذا الخطاب يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبت دعاة الحق على ما هم فيه، فإن سنة الله ماضية، فإذا وجد مكذبون لكم فقد وجد كذلك في الأمم السابقة.
وإذا وجد من يستهزئ بالحق وأهل الحق فهذه سنة جارية قد أمضاها الله جل وعلا في الكون بأن تستمر أخطاء الكافرين بالاستهزاء بالإسلام وبنبي الإسلام وبشعائر الحق وبتعاليم رب العزة والجلال. ولذا قال كذلك، أي الأمر مستمر على هذه الحال، أرسلناك في أمة، أي بعثناك وجعلناك نبيا في أمة قد خلت من قبلها أمم، جاءهم رسل من عند الله عز وجل، وذلك لحكمة عظيمة ألا وهي إرشاد العباد إلى كتاب الله عز وجل، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. فهذا القرآن الذي فيه نجاة العباد وفيه اضطرارهم في حياتهم وآخرتهم، ومن ثم يحتاجون إلى أن يسيروا عليه. ومع قيام الأدلة العظيمة على صحة هذا الكتاب وصدق هذا الرسول وسلامة المنهج الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، ومع كثرة نعم الله على هؤلاء المكذبين، فإن الذي أعطاهم الرزق الذي يفتخرون به هو الله تعالى، ومن ثم وجب عليهم أن يشكروه وأن يقوموا بعبادته، إلا أنهم يكفرون بالرحمن، إما أنهم ينكرون اسم الرحمن أو أنهم يجحدون نعمه التي أنعم بها عليهم، وبالتالي فهم يكفرون بالرحمن. فرد عليهم بقوله قل هو ربي، فهو الذي أنعم بالنعم الكثيرة ووالى بالخيرات، ولذا أقر له بأنه ربي الذي رباني بصنوف النعم، وكذلك أقر له بأنه من تجب العبادة له وحده، ولذا قال لا إله إلا هو، فلا معبود بحق إلا هو سبحانه، ولذلك عليه توكلت، أي اعتمد قلبي على الله جل وعلا في طريقي وفي تمسكي بما أنا عليه من الحق وفي صد ما تقومون به من إيذاء وأعمال شنيعة، عليه وحده توكلت، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وإليه متاب، أي أن توبتي لله عز وجل أو رجوعي إليه جل وعلا. ثم ذكرهم الله جل وعلا بأن ما يطالبون به من الآيات هذا في قدرة الله عز وجل، والله جل وعلا قد أخبركم أن من سار على هذا الكتاب فإن الله جل وعلا يعطيه نعيم الدنيا والآخرة. ولذلك إن كنتم تريدون هذه المطالب التي ذكرتموها من توسيع الأرض ومن وجود المزارع والأشجار والخيرات، فعليكم بالتمسك بهذا القرآن، فإن من تمسك بهذا القرآن أورثه الله جل وعلا نعيم الدنيا والآخرة، كما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهم قالوا
باعد بين جبل أبي قبيس وجبل قيقعان، وهما الأخشبان اللذان يحدان مكة حتى نتمكن من الزراعة ومن الرعي. فقال الله لهم: متى تمسكتم بهذا الكتاب جاءكم خير من طلباتكم هذه. وهذا واقع لمن شاهد الحال، جاء الله بالتمسك بهذا الكتاب لهذه البلاد فتوالت عليها الخيرات وكثرت عليها النعم. وانظروا كيف باعد الله بين هذه الجبال، ويسر الله جل وعلا للناس القيام بعبودية الله جل وعلا. يفد الناس إلى هذه المواطن من مشارق الأرض ومغاربها بأعداد الملايين، ييسر لهم من الخير الشيء الكثير. يفد الناس إلى هذا البيت بأعداد عظيمة، تيسر لهم أمور دخولهم وخروجهم وأمور أدائهم لعبادتهم. وقارن بين اجتماع الناس في هذه المواطن على انتظام أحوالهم واستقرار أمورهم وجعلهم يؤدون عباداتهم بطريقة واحدة منتظمة مع أي اجتماع للعالم في أي بقعة من بقاع الأرض، تجد الفرق شاسعا. وانظر إلى مئات الآلاف من البشر يجتمعون قبيل إفطارهم في هذا البيت، وعندهم من أنواع المآكل بين أيديهم التي لها مخلفات كثيرة، ومع ذلك ما هي إلا دقائق يسيرة، فإذا بالبيت على أنظف ما يكون وعلى أحسن حال، والناس ينتظمون يؤدون صلواتهم على أحسن حال. فهذا مما يدلك على فضل الله جل وعلا بما ييسره للناس في هذه المواطن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، لأنهم طلبوا الإبعاد بين أخشبي مكة، فقيل لهم: هذا الكتاب لو أن هناك كتابا يؤتى به ليكون سببا من أسباب التفريق بين الجبال لكان هذا القرآن العظيم، كما قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهكذا لو وجد كتاب تقطع به الأرض فتصبح مزارع وبساتين لكان هذا الكتاب. وهكذا لو كان قرآن يكلم به الموتى، سواء من كان في سياق الموت فيحييه الله جل وعلا، أو كان بعد أن يقضي الله له الموت، لكان هذا القرآن. لكن يا أيها الناس اعلموا أن المتصرف في الكون هو الله جل وعلا، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لله الأمر جميعا. وحينئذ فيا أيها المؤمنون لا تجزعوا ولا تتسخطوا ولا تحزنوا لكون بعض الناس لم يؤمن، فإنهم لن يجاوزوا قدر الله بشعرة واحدة. ولذا قال: أفلم ييأس، أي ألم يعلم المؤمنون أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يصرفها كيف يشاء. وسأعطيكم آية عظيمة تحدث في هذا الكون تباعا، ألا وهو ما يقدره الله جل وعلا من المصائب العظيمة
على هؤلاء المشركين الكافرين، سواء كان بأيدي المؤمنين كما في نصر الله لعباده المؤمنين عندما يتمسكون بدينه، أو فيما يقدره الله جل وعلا من العواقب والأقدار التي يقدرها على بعض عباده. ولا يزال الذين كفروا، أي ستستمر حالتهم تصيبهم، أي تنزل بهم المصائب بما صنعوا، أي بسبب ما فعلوه من إشراك وكفر وصد عن سبيل الله، قارعة أي مصيبة عظيمة من قوارع الدهر، أو تحل قريبا أي تنزل قريبا من دارهم، حتى يأتي وعد الله بنصر أهل الإيمان وتغلبهم على عدوهم. فالله لا يخلف الميعاد، فإذا وعد بشيء فلا بد أن يقع ما وعد به. والله قد وعد بالعاقبة الحميدة في الآخرة لأهل الإيمان تكون لهم الجنان، ووعدهم أيضا بانتصارهم على أعدائهم الذين سعوا لأن يصدوهم عن سبيل الله، فتخيب آمالهم ببقاء المؤمنين على إيمانهم. وحينئذ لا تحزنوا لما يأتيكم من الاستهزاء من أعدائكم، فلقد استهزئ برسل من قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، سخروا من أنبياء الله، وصفوهم بالجنون، ووصفوا أتباعهم ببادي الرأي الذين لا يفكرون في الأمور ولا يعرفون حقائقها، فحينئذ أمهلهم الله قليلا وأملى لهم، يعني جعل بعض النعم تأتيهم في الدنيا، ثم كانت عاقبتهم أن أنزل الله بهم العذاب الشديد فأخذهم الله. فانظروا كيف كان عاقبة هؤلاء، كيف كان مآل أمرهم، أن جاءتهم العقوبة التي استأصلتهم جميعا. وحينئذ يذكر الله جل وعلا مقارنة بين رب العزة والجلال وبين معبودات هؤلاء، فيقول الله جل وعلا قائم على كل نفس بما كسبت، فهو الذي يعطي وهو الذي يمدنا بأنواع القوى، وهو الذي ييسر لنا أنواع المآكل والمشارب، ويدفع عنا أنواع المصائب والأمراض، فهو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم على المؤمنين والكافرين. وفي المقابل انظروا إلى آلهتكم هذه، هل قامت على شيء من أموركم؟ هل ترزقكم؟ هل تعينكم؟ هل تكون جالبة للخير لكم؟ وإنما جعلوا لله شركاء صرفوا لها شيئا من العبادة، مع أنها لا تمدهم بأي نوع من أنواع الإمداد ولا القوى. قال تعالى قل سموهم، أي يذكر الصفات التي تكون فيهم تجعلكم تعبدونها. ما الذي يجعلكم تعبدون هذه الأصنام وهي لا تنفع ولا تضر، بل لا تدفع عن نفسها ضررا ولا تجلب لنفسها نفعا فضلا عن غيرها؟ وحينئذ هل تنبئون الناس بما لا حقيقة له ولا يعلم له أي أثر في الكون، أم تنبئونه أي تخبرونه
بما لا يعلم، أي ليس له أثر معلوم في الأرض، إنما هو أقوال وتسميات ليس لها حقيقة، أم بظاهر من القول، أي كلام مجرد اسم بدون أن يكون له حقيقة. وحينئذ نعلم أن هؤلاء قد زين لهم في باطل وموه لهم في غير الحق، وحينئذ نعلم أن ما يقومون به من مكر وتدابير خفية لنصر آلهتهم يظنون أنهم بذلك ينفعون أنفسهم وأنهم ينتصرون بهذا، وهم في الحقيقة أكثر الناس خسارة لقيامهم مع هذه المعبودات التي من دون الله تعالى. زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، لم يرد الله لهم هداية، فإن من يضلل الله فما له من هاد، لا يتمكن أحد من هدايته. ما هي عاقبتهم؟ عاقبتهم شنيعة في الدنيا وفي الآخرة، ولذا قال لهم عذاب في الحياة الدنيا، فإنهم في الدنيا لا ينعمون مهما أوتوا من أموال وخيرات دنيوية، قلوبهم مضطربة، قلقون، غير مطمئنين، وهم كذلك في تنازع فيما بينهم وشقاق، وهم كذلك أيضا يشقون بكون الخسارة والهزيمة تكون عليهم في الدنيا. وهذا العذاب الدنيوي سهل يسير متى تم قياسه بعذاب الآخرة، ولذا قال ولعذاب الآخرة أشق، أي أعظم إيلاما وأكثر سوءا، وحينئذ لا يكون هناك من يقيهم ويحفظهم من عذاب الله الدنيوي والأخروي إذا نزل بهم. والمتأمل في حال الأمم السابقة المكذبة لأنبياء الله كيف نزلت بهم العقوبات الدنيوية، حينئذ أيقن بصدق وعد الله جل وعلا. فقوم نوح لم يكونوا يظنون أن الغرق سيعمهم، ولذا قال قائلهم سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فالتفت إلى السبب، فكان الجواب له أنه ينبغي بك أن تلتفت إلى المسبب، لا عاصم من أمر الله اليوم إلا من رحم. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد وأحكام وحكم ينبغي بالإنسان أن يتأملها. فأول تلك الأحكام أن زيادة النعم الدنيوية عند عبد لا تعني صحة طريقته وسلامة المنهج الذي يسير عليه. وثانيا أن أمور الرزق ليست أن أمور الرزق هبات من الله جل وعلا، وبالتالي فقد يعطيها لمن يصرفها في مراضي الله ويعطيها لغيره. وفي هذه الآيات المقارنة بين الدنيا والآخرة، فنعيم الدنيا لا يوازي شعرة من نعيم الآخرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. وفي هذه الآيات النهي عن الفرح الحامل على البطر والأشر
بالنعم الدنيوية. وفي هذه الآيات أن مطالبة المشركين والكافرين بنزول المعجزات التي يقترحونها لا يلزم أن يجابوا عليها وأن يحقق لهم مطلوبهم، لأنه قد جاء من الآيات ما يكون سبباً من أسباب الهداية. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وفي هذه الآيات أن هداية التوفيق والضلال بيد رب العزة والجلال، يعطيها من يشاء من عباده، ولكن للهداية أسباب تعود إلى الناس، منها رجوع العبد إلى الله، فمن كان رجوعه إلى الله أكثر كانت هدايته أكبر وأكثر. وفي هذه الآيات أن الله يتفضل على عباده المؤمنين بنعم دنيوية متى كانوا متمسكين بشرع الله وراغبين في الآخرة، فإن من أراد الآخرة أورثه الله نعيم الدنيا مع ما يكون له في الآخرة من النعيم العظيم. وفي هذه الآيات أن من أعظم نعم الله على العباد أن تطمئن قلوبهم بحيث لا يكون عندهم جزع من أقدار الله، ولا فزع مما يخافونه، ولا يكون عندهم اضطراب في قلوبهم وهم وحزن وغم. بل أهل الإيمان لما كانوا مؤمنين بأن الله هو المتصرف في الكون وأنه لن يحدث شيء في هذا الكون إلا بأمر الله، وأن الله لا يقدر عليهم إلا ما هو خير لهم متى كانوا على الإيمان، حينئذ تطمئن قلوبهم ولا تضطرب هذه القلوب. وفي الآيات وجوب العود إلى الذكر الذي صدر من الله جل وعلا، وهو الكتاب المشتمل على شريعة الحق الذي تطمئن به قلوبهم. ومن ثم يجب على الإنسان أن يكون جازماً موقناً بما في هذا الكتاب. وفي الآيات الترغيب في الإكثار من ذكر الله، سواء بالذكر القلبي بتذكر رب العزة والجلال والاعتماد عليه، أو بالذكر اللساني تسبيحاً وتحميداً وتهليلاً مع استحضار معاني هذه الأذكار. وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن كلما ازداد ذكره لله عز وجل ازدادت الخيرات عليه، بدءاً من طمأنينة قلبه إلى ما يسوقه الله من عبادات وأعمال صالحة، لأن الشيطان يبتعد عن الذاكرين لله جل وعلا، فيكون هذا من أسباب توالي الخيرات والنعم الدنيوية عليهم. وفي هذه الآيات التذكير بأن النعيم العظيم هو نعيم الجنان، وأنه ما فات الإنسان في الدنيا من خير مقابل أن يحصل على نعيم الآخرة يجعله مطمئن البال، لأنه يعلم أن الدار الباقية أبد الآباد التي فيها نعيم لا يكدر وخير لا ينقطع وهو نعيم الجنة، وبالتالي لا يحزن ولا يأسف على ما فاته من أمور دنيوية. وفي هذه الآيات التأسي بأحوال الماضين من أنبياء الله ومن دعاة الحق، بحيث يستفيد الإنسان
من الاطلاع على سيرهم وعلى طريقتهم في الدعوة إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الدعوة إلى الله تكون بهذا الكتاب، ومن ثم كلما كثرت استدلالات الإنسان بآيات القرآن كان هذا أعظم في الحجة وأكثر تابعاً من الناس. ولذا قال: لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. وفي هذه الآيات إثبات اسم الرحمن لله جل وعلا، وإثبات صفة الرحمة له سبحانه وتعالى، فهو رحمن رحيم يرحم، فهو رحمن يرحم المؤمن والكافر في هذه الدنيا. وفي هذا ترغيب في رحمة الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. وفي هذه الآيات إقرار العبد بربوبية الله، فهو المتصرف في الكون وهو المنعم بصنوف النعم، فقد ربانا جل وعلا بما أنزل علينا من أنواع الخيرات. وكذلك في الآيات الإقرار بتوحيد الألوهية، فإن العبادة حق خالص له سبحانه وتعالى، ومن ثم لا يجوز أن تصرف شيء من العبادات لغيره سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات بيان معنى شهادة الحق لا إله إلا الله. وفي هذه الآيات أن التوكل باعتماد القلب واستناده إلى من يقوم بشؤونه ومن ينصره على أعدائه إنما يكون على الله وحده، بحيث لا يجوز أن يظن الإنسان أن الأسباب المادية هي التي كانت معه، وإنما هو رب العزة والجلال. ومن ثم لا تعجب بقوتك ولا بمهارتك ولا بما آتاك الله من إمكانات من مال أو أنصار أو معجبين أو غير ذلك، وإنما هو النصر والإعانة من رب العزة والجلال. كم من إنسان أعجب بما أعطي في الدنيا فوكل إليها فخذلته، بل عادت عليه. ولذا فلا تعجب بما آتاك الله من أمور دنيوية ولا تعتمد عليها، ولا تظن أن النصر بسبب ما لديك من قوة أو سلاح أو رجال أو عتاد، وإنما هي معونة الله جل وعلا. وفي هذه الآيات الترغيب في التوبة في كل حين، بحيث يكثر الإنسان من التوبة إلى الله جل وعلا رجوعا إليه وندما على ما حصل من تقصير أو سهو أو عدم قيام بعبودية الله جل وعلا. وفي هذه الآيات فضل القرآن العظيم وعظيم أثر التمسك به في الدنيا والآخرة، وأن من كان على هذا الكتاب أورثه الله العاقبة الحميدة دنيا وآخرة. ولينظر الناظر في تاريخ هذه الأمة من عهد النبوة إلى عصرنا الحاضر، متى عاد الناس إلى كتاب الله وتمسكوا بهذا القرآن العظيم كان هذا من أسباب علو درجتهم وكثرة الخيرات عندهم وزيادة النعم التي لديهم. وشواهد هذا في التاريخ عديدة كثيرة. وفي هذه الآيات أن السير على مقتضى شرع الله يغير أحوال الخلق
بما لم يكونوا يتصورونه أو يعقلونه ويرجونه، فتتغير أحوالهم التغير العظيم، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي الآيات إثبات أن التصرف في الكون هو إلى الله جل وعلا، ولذا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وفي هذه الآيات أن ضلال من ضل من البشر إنما هو بقدر من الله عز وجل، لم يمدهم بالهداية فبقوا على الضلالة، وحينئذ لا يحزن المؤمنون على مصيرهم ولا تتغير أحوالهم القلبية بسبب استمرار هؤلاء في عنادهم وفي مصادمتهم للحق وفي وقوفهم للصد عن سبيل الله، فإنهم لن يخرجوا عن قدر رب العزة والجلال. فوالله لو أراد أن يهديهم لكانت لهم الهداية. وفي هذه الآيات التذكير بأن هؤلاء الكافرين لا زالت المصائب العظيمة تأتيهم ما بين وقت وآخر، لتكون سبباً لإيقاظ غفلتهم لو تنبهوا للأمر، ولتكون سبباً من أسباب رجوعهم إلى الله لو تبصروا حقائق الأمور. وفي هذه الآيات أن ما يرسله الله جل وعلا من المصائب العظيمة إنما هي لإرشاد الخلق ليعودوا إلى الله، وليستشعروا قدرة رب العزة والجلال عليهم. وفي هذه الآيات صدق وعد الله للمؤمنين بأن خير الدنيا والآخرة سيكون لهم. وفي هذه الآيات أن طريقة السخرية والاستهزاء لا تدل على صحة منهج أولئك المستهزئين ولا الساخرين، وأن هذه حيلة العاجز، عجزوا عن مقابلة الحجة بالحجة، وحينئذ صاروا إلى السخرية والاستهزاء. فهذه طريقة المهزومين الناقصين في عقولهم، وليست من طريقة أصحاب العقول. وفي هذه الآيات أن بقاء هؤلاء المستهزئين في شيء من النعم لمدة من الزمان لا يعني أنهم سيسلمون من عقوبة الله جل وعلا، فإن الله عز وجل يملي للظالمين ويؤخرهم قليلا، يستأني بهم، فإن استمروا على طريقتهم أنزل بهم العقوبة وأخذتهم سنة الله الكونية بعقوبة الظالمين. وفي هذه الآيات أن تنعم الإنسان بشيء من النعم يرجئه الله عز وجل ويملي له لا يعني صحة طريقته، ولا يعني أن العقوبة لن تنزل به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم، أي يؤخره قليلا حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي هذه الآيات أن العقلاء ينبغي بهم أن يقارنوا بين ما يكون أمامهم، بحيث يعرفون الفوارق التي تكون بين الطريقين اللذين يعرضان عليهم، حتى يميزوا ما
لكل واحد من الطريقين، وبضدها تتميز الأشياء. ومن ذلك المقارنة بين رب العزة والجلال ومعبودات هؤلاء الأقوام، فإن الله هو المتصرف في الكون، ونعمه لا زالت تترى على العباد، وهو قائم على نفوس الناس يحفظها وينعمها ويربيها، بخلاف آلهة هؤلاء فإنها لا تفعل شيئا من ذلك. وفي هذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وفي هذه الآيات مقارنة حال المشركين بالحجة القاطعة بأن يذكروا صفات معبوداتهم، ما هي صفاتها، حتى يميزوا الحق من الباطل. وما ذكروه من الصفات عليهم أن يقيموا الأدلة عليه. ولذا من توجه إلى مقبور أو إلى أحد من البشر أو إلى ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء، قيل له قارن بين من توجهت له بالعبادة والدعاء وبين رب العزة والجلال الحي الذي لا يموت، والذي يأمر ولا يؤمر، والذي يتصرف في الكون بما يشاء، فقارنه بمعبوداتك التي تعبدها من دون الله. وفي الآية أن الأحكام لا ينبغي أن تكون على الأسماء المجردة، وإنما ينبغي أن تكون على الأوصاف المؤثرة التي تكون عللاً للأحكام. وأما مجرد الأسماء التي لا حقيقة لها فلا يصح بناء الأحكام عليها. وفي هذه الآيات أن خطط الكافرين ومكرهم الذي يفعلونه وما يدبرونه من تدبيرات لا تجدي لهم شيئا، يملى لهم قليلا ثم تكون العواقب عليهم. فالخطط العظيمة والمنظمات السرية وأنواع ما يكون عند الناس من تدابير خفية لا تجدي عنهم من أمر الله شيئا. وفي الحديث وفي الآيات أن الصد عن سبيل الله لا ينفع صاحبه في الدنيا ولا في الآخرة، وأن الصد عن الله وعن التزام شرعه من أسباب نزول العقوبات الدنيوية. وانظروا شاهد هذا في زمانكم الحاضر، منعت عدد من الدول الالتزام بشرع الله جل وعلا، فكان هذا من أسباب نزول العقوبات الدنيوية بهم. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يلتفت إلى آخرته، وأن يعلم أن ما أصابه في الدنيا إنما هو بقدر من الله جل وعلا، وإنما ساقه الله إليه لمصلحته، ليكون ممن قام بعبودية الصبر، فيكون هذا زيادة في أجره وكثرة في ثوابه. وفي الآيات أن عقوبة الله إذا نزلت بأحد من العباد فإنه لا يستطيع ردها، ولا يستطيع أحد من الخلق كائنا من كان أن يزيل تلك العقوبة، وأن يقي من قدر الله عليه العقوبة الدنيوية. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، أصلح الله أحوالكم وجعلكم من المتمسكين بشرعه، السائرين على سنة نبيه، المحكمين لكتابه، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا فهما لكتابه
وعملا بما فيه. اللهم ارزقنا اليقين به والتصديق لوعدك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إلى دينك الرد الحميد، واجعلهم من المتمسكين بكتابك العظيم القرآن الكريم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.